مرحبا بكم أعزائي المتابعين بدرس جديد من دروس تعلم منهج مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. نرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. درسنا اليوم هو حل لنشاط الفصل الخامس Unit 5 Lesson 1 الدرس الأول. لنقرأ معا منطوق السؤال. Listen to the food names. استمع إلى أسماء الأطعمة. Write them in the correct list. واكتبهم بالقائمة المناسبة والصحيحة. أسماء الأطعمة هي chicken بمعنى دجاج, cookies بمعنى بسكويت, fish سمك, meat لحم, rice أرز, salad سلطة, soup شوربة, strawberries فراولة, water ماء. في هذا النشاط نتعلم كل كلمة تتكون من كم مقطع. وفي هذا النشاط بالتحديد هنالك قاعدة بسيطة يجب اتباعها, وإذا اتبعناها بشكل صحيح سيكون حل مقاطع الكلمات سهل للغاية. الحيلة في هذا الموضوع هو أحرف العلة. مثلا هنا كلمة chicken. chicken تتكون من مجموعة من الأحرف. القاعدة تقول أن كل حرف علة هو عبارة عن مقطع. chicken إذن C-H-I هذا مقطع, C-K-E-N هذا مقطع. ونرى هنا بالحل أن chicken تتكون من two syllables أي من مقطعين. لنطبق نفس القاعدة على cookies. cookies C-O-O هذا مقطع, K-I-E-S عندما تأتي أحرف العلة بعد بعضها مباشرة يعتبر مقطع واحد. I-E بنفس المكان واحدة بعد الأخرى لذا تعتبر مقطع آخر, فcookies مقطعين. fish فيش تتكون من حرف علة واحد, إذن مقطع واحد هنا فيش. ميت 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 هنا. رايس R-I-C-E الإي حرف الإي عندما يأتي بالنهاية لا يعتبر مقطع, لذا رايس هي كلمة من مقطع واحد. سلد سلد إذن مقطعين. سوب حرفي علة متتاليين لذا تكون مقطع واحد. strawberries نرى هنا حرف A إذا هذا مقطع, هنا حرف E إذا هذا مقطع آخر, هنا حرف I E هنا مقطع ثالث, إذا strawberries تتكون من ثلاث مقاطع. water W A هذا مقطع, T E R هذا مقطع آخر, إذا water تتكون من مقطعين. complete the food crossword use the picture اكمل الأحرف المتقاطعة للأطعمة وباستخدام الصور. هنا number one water water, number two rice هذه two rice, number three fish هذه fish, number four cherry cherry cherries عفوا, number five chicken chicken, number six strawberries هذه strawberries, number seven bread bread هذا bread, number eight soup هنا soup, number nine meat هذه meat, number ten apples, number eleven salad. نأتي إلى الصفحة التي تليها. look at the class survey and complete the sentences. انظر إلى استبيان الصف وأكمل الجمل. in the survey في الاستطلاع we asked all pupils in class D. سألنا كل الطلاب في صف D what's ما موضوع هذا الاستطلاع. food favorite food, فيكون السؤال what's their favorite food ما هو طعامهم المفضل. number 2 nine pupils like, نرى هنا أين nine هنا والصورة تشير إلى fish. nine pupils like fish. number 3 the food is meat. The food is meat. ما هو اللحم؟ لنرى اللحم وصفته, وعلى ما يبدو أن اللحم هو الأكثر فيكون هو المفضل, لذا الإجابة The favorite food is meat. Number 4 Pupils favorite food is cookies. نذهب إلى cookies. cookies هي number 7, فإذا 7 pupils favorite food is cookies, أما تكتب رقما أو كتابة. 5 the other foods that people like are, البقية هم من الأرقام نقرأ الطعام المناسب لذا
تكون cherries, chicken and salad. Only two people like. أين نجد رقم 2؟ 2 هنا وهو لي salad. فإذا only two pupils like salad best. There are pupils in the class. كم عدد الطلاب في الصف؟ اتفقنا أننا يجب أن نحسب هذه الأرقام كما شرحنا في درس الفصل الخامس الذي رفع على القناة أيضا. فإذا there are 37 people in the class. Ask and answer questions. اسأل أسئلة وأجب عليها with a partner مع زميل. هذه هي عبارة عن 9 صور. لنرى الأسئلة. Listen and answer the questions. استمع وأجب الأسئلة. لنستمع معا. 1. Is there any fish? Is there any fish? هل هنالك أي سمك؟ نرى أنه لا يوجد سمك، فقط بقايا سمك، لذا تكون الإجابة No, there isn't. No, there isn't. 2. Is there any bread? 2. ثانيا Is there any bread? Is there any bread? نستخدم is طبعا لأن bread uncountable لا تجمع. فعند السؤال Is there any bread؟ نرى أن الصورة يوجد بها خبز، لذا تكون الإجابة Yes, there is. Yes, there is. 3. Is there any salad? 3. ثالثا Is there any salad؟ هل هنالك أي سلطة؟ السلطة أيضا لا تجمع، لذا نستخدم لها is عند السؤال وعند الإجابة، فتكون الإجابة Yes, there is. 4. Are there any cherries? 4. رابعاً Are there any cherries? هل هنالك أي كرز؟ اتفقنا أن cherry تجمع countable وجمعها هو cherries، لذا نستخدم are عند السؤال وعند الإجابة. Are there any cherries؟ هل هنالك أي كرز؟ نرى أنه في الصحن لا يوجد سوى واحدة ومأخوذة من الصحن، لذا يجب أن تكون الإجابة No, there aren't. No, there aren't. 5. Are there any apples? 5. Are there any apples? Are there any apples? لأن التفاح يجمع apples، لذا تكون الإجابة Yes, there are. Yes, there are. 6. Is there any soup? 6. Is there any soup? هل هنالك أي شوربة؟ Is there any soup؟ نرى أن الصحن فارغ، فنقول No, there isn't. No, there isn't. أما إذا كانت الصورة غير واضحة وكان الصحن مليء، فتكون الإجابة Yes, there is. Yes, there is. 7. Is there any water? هل هنالك أي ماء؟ طبعا water استخدم له is لأنه لا يجمع، وتكون الإجابة Yes, there is. Yes, there is. لأن هنالك ماء في القدح وفي القنينة. 8. Are there any cookies? 8. ثامناً Are there any cookies? لأن الكوكيز تجمع، لذا نستخدم لها are. Are there any cookies? تكون الإجابة Yes, there are. هنالك cookies في الصحن، لذا نقول Yes, there are. 9. Is there any rice? 9. Is there any rice? هل هنالك أي أرز؟ الأرز طبعاً نستخدم له is عند السؤال وعند الإجابة أيضاً، لذا تكون Yes, there is. Unit 5 Lesson 2 الفصل الخامس الدرس الثاني. Complete the names of the containers. أكمل أسماء العلب. Containers يطلق على الحاوية أو العلبة، يعني الشيء الذي يوضع به شيء آخر هو containers. Number 1 Pockets Keys. Number 2 Cup Coupe. Number 3 Box صندوق. Number 4 Tin علبة. Number 5 Bottle قنينة. Number 6 Bag Keys. Bag هو كيس و pocket هو أيضا كيس، لكن الفرق بالعربية هو أن bag عبارة عن كيس بلاستيك، أما البوكيت هو عبارة عن علبة صغيرة، ليس الصندوق وإنما علبة صغيرة. B Look انظر Write C for countable. ضع الحرف C
للأشياء المعدودة and you for uncountable وحرف you للأشياء غير المعدودة. Number one, a bucket of biscuits. البسكويت هو من الأطعمة المعدودة لذا نضع C. Coffee نضع حرف U لأنه غير معدود. A cup of coffee نضع حرف C لأن الكوب معدود. A box of chocolates نضع حرف C لأن box معدود. Cola نضع حرف U الكولا غير معدودة. A tin of cola علبة من الكولا نضع C لأن العلب معدودة. Water U غير معدود. A bottle of water إذن bottle معدود نضع C. A bag of fruit نضع C. Bag معدود. Fruit نضع U لأن fruit غير معدود. Lesson 2 الدرس الثاني. What can you see؟ ماذا تستطيع أن ترى؟ نرى هنا عبارة عن دكان به بائع ومجموعة من الأطفال. ماذا تستطيع أن نرى؟ مثلا على سبيل المثال أنا وضعت أربع أمثلة. يوجد هنا 5 bottles of water 5 قناني من المياه. 5 bottles of milk 5 قناني من الحليب. 3 bags of rice 3 أكياس من الأرز. 6 tins of cola 6 علب معدنية من الكولا. Unit 5 lesson 3 الفصل الخامس الدرس الثالث. Write the words اكتب الكلمات and punctuation in order. Number one أولا يكون الحل Would you like some chicken or some fish? Number two Is there any meat for dinner? ولا ننسى علامة الاستفهام. Number three There is some cheese in fridge. لا ننسى النقطة في stop. Number four There isn't any ice cream. ونضع أيضا النقطة. B. Complete the diagram. أكمل الهرم. هنا fruit الفاكهة. يوجد لدينا cheese جبنة chicken دجاج meat لحم strawberries فراولة cherries carrots. Fruit الفواكه هي bananas الموز موجود strawberries cherries ونستطيع أيضا أن نضع apple. Sandwiches سندويشات هي cheese, meat, chicken ونستطيع أيضا أن نضع egg على سبيل المثال. Lesson 3 Put the conversation in order. ضع المحادثة بالتسلسل لنسمع مع المقطع الصوتي لنعرف الحل. Would you like to come to a picnic on Saturday? Yes, please. Would you like to come to a picnic on Saturday? هل تود المجيء إلى مزهى يوم السبت؟ الإجابة Yes, please. إذن هذه الإجابة رقم واحد. Great. Would you like salad or sandwiches? Great. عظيم. Would you like salad or sandwiches? هل تريد السلطة أم الساندويتش؟ I'd prefer sandwiches, please. الإجابة هي I'd prefer sandwich, please. أنا أفضل الساندويتش لطفاً أو رجاءً. ونحن متفقون أن I'd هو عبارة عن اختصار I would لأن السؤال كان would you. لذا هنا الحل رقم 2. What sandwiches would you like? Cheese or meat? What sandwiches would you like? أي نوع الساندويشات تفضل؟ Cheese بالجبنة or meat أو باللحم؟ I'd prefer cheese please. I'd prefer cheese please. أنا أفضل الجبنة رجاءً. إذن هنا رقم 3. Would you like to drink tea, coffee, or lemonade? Would you like to drink tea, coffee, or lemonade? هل تفضل أن تشرب الشاي، القهوة، أو الليموناضة؟ I'd like some tea, please. I'd like some tea, please. أفضل بعض الشاي رجاء. وضعنا some لأن tea لا يجمع وهو يريد بعض من الشاي لذا نستخدم سمعة الغير معدود. Okay. See you on Saturday. إذن هذا هو التسلسل الصحيح.